يقول السائل: نحن على سفر من مكة إلى مصر في الباخرة، فهل علينا جمعة وهل علينا صلاة التراويح؟ الجمعة لابد من الاستقرار، لابد من الاستقرار في البلد. أما المسافر ليس عليه جمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر عدة أسفار في حياته ولم ينقل عنه أنه صلى الجمعة في السفر. المسافر ليس عليه جمعة وهو يسير في الطريق، لكن لو حضر في البلد، لو حضر في البلد والناس يصلون الجمعة يصلي معهم. أما أنه يقيمها في البر أو في الطريق على خلاف السنة، يصلي ظهرا ويقصر الظهر إلى ركعتين، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.